بدينا في مقلاة شوحنا اللحمة المقطعة إلى شرحات رفيعة حتى نشرت ميتها منيح، رفعناها من المقلاة، أضفنا زبدة بصل وثوم، حركناهم مع بعض شوي، ثم أضفنا الخردل وأضفنا الفلفل الحب الأسود، وأخذنا شوي من مرق اللحم اللي صار بالصحن وأضفنا تقريبا كوب من مرق اللحم، ثم غليناه مع بعض مع إضافة شوي من الكريمة الطازجة، سبكناها صارت النص، قدمناها في جاط السيزلينج. نص كيلو من لحم العجل المقطع، بصلة مفرومة، معلقة ثوم مفروم، معلقة فلفل أسود حب مجروش، كوب كريمة، معلقة خردل، كوب من مرق اللحم، معلقة زبدة وملح وفلفل. أحسنتي. طبعا أول شيء أهم شيء أنه أختار قطعة لحم طرية. أنا اليوم استخدم لهاي القطعة اللي هي الروز بيف، اللي هي بتكون شوي طرية ومقطعة بشكل شرائح، طلعوا مقطعة بشكل شرائح رفيعة حتى تستوي بسرعة ويصير في عندي نضج 100%. طيب، رافع مقلاة على النار. أول شيء بدي أسويه بدي أشوح اللحمة، بعدين أرفعها وأكمل الطبخ، وآخر شيء نضيف اللحمة كلها في وعاء سيزلينج ونطلع البخار والدخنة تاعت السيزلينج. شوفوا قديش قلاها سخنة، طلعوا، كثير مهم هذا الموضوع. بعديها بننزل اللحمات حتى ما تأخذ معنا وقت كثير بالسوى، وتظل الجوس كله موجود جوا. شايفين طلع حبايبنا، شوفوا المنظر محلاه. أما لو كانت باردة كثير القلاية رح تنزل ميتها، تنزل ميتها وتصير ناشفة وتصير منظرها وطعمها مش طيب. شايفين حبايبنا كيف؟ شوف الدخان محلاه في الاستوديو، اشي مرتب. راح اضيف كمان شوية زيت كرمالك كرمالك يا آية الله. شايفين حبايبنا كيف؟ المقلاة سخنة وريحة اللحم كثير بتشهي، لأنه ايش؟ زي ما انت شايفة ولا أطيب منها. هذه هي اللحم استوت، لأنه كل ما طولنا بطبخ لحم العجل كل ما شدت بزيادة. أنا أخذت اللي بدي إياه الآن، شويتها على السريع، ما نزلتش مي كثير، ظلت طرية من جوا، وعندي كل الأطايب وين صفت؟ بالقلاي. هسا بعد شوي رح يصير في عندي أنا هون كمان جوس، رح يصير في عندي هون جوس، رح أستخدم هذا الجوس لوين؟ حتى أضيفه على الصلصة. خليني بس أبدأ في إضافة الزبدة. ورا المقلاة مباشرة. شوفوا الأطايب كلها وين صارت؟ طلع وين صارت؟ الأطايب كلها صارت عندي داخل الزبدة. بكير على الفاصل، خلونا بس أول شيء نعمل الصلصة وكمل الطبخ. راح أنزل الآن أكيد بالبصل مباشرة. جربوها في البيت هاي زي المطاعم، لما تروح على المطاعم وتاكلوا بيبر ستيك هي هاي، هذه هي نفس الصلصة اللي ممكن تعملوها عندكم. شايفة؟ صار عندي هالبصل هون. شوفوا كيف، شوفوا كل القعر كلها طايب وين صارت؟ تحت الأرضية. فبسحبها، شمي الريحة، شمي. أنا شامة حتى ريحة لون البصل تغير بسرعة من. راح أضيف الآن الثوم. يا سلام. هاي طبعاً من أساسيات المطبخ الفرنسي، اللي هي صلصة البيبر أو الماشروم، كلاسيكية جداً، ولكنها للآن صار لها عشرات السنين عم تنطلب في المطاعم وين ما كان، مع انه كلاسيكيه. لا استني شوي، اسمها زغلبك. بعدين بنضيف كل احترامي المعده تطلع فاصل الشيف رضال بشرى، لانه بدي اطبخها بس شوي. بس انه هذا هون كثير يعني حساس الموضوع، لانه المقلاه كثير حاميه. ايوه، ما بتتحمل وقت. بعديها راح اضيف الفلفل المجروش. طلعوا فلفل مجروش وليس مطحون، انتبهوا، يعني مجروش جرش، يعني بيكون حب اسود ويا دوب شوي بتطحنوه ودقيه. بعديها راح اضيف هون اكيد الملح ونحرك.
شوفوا هون شو صار عندي، بجيب اللحمة اللي طبقتها على جنب وبنزل هالمرق اللي فيها. شايفة شايفة؟ شايفين؟ الريحة ريحة روعة، عظيم جدا. وبعديها بضيف مرق اللحم، لحم عجل مسلوق، واخر شيء راح اضيف الكريمه واطبخها حتى تتسبك عندي. أيوة. وتصير الكميه كثيفه. شوف الصوص محلاه، طلعوا يا سلام، يعني صار جاهز لاستقبال اللحمه المشويه. اجرام بحق البشريه هذا. يعني شو بدنا نسوي؟ نروح على الفرن، على الفرن، وبدنا نجيب السيزنينج حتى نعمل مشروع الحلو ونقدم طبقنا الثالث لهذا اليوم. يب. بسم الله الرحمن الرحيم. تشوفي محلى منظر لونه حمراء. انتبهوا يا حبايب. ايوه طبعا سخنه كثير اكيد. اه طبعا. و الآن راح نضيف اللحمة أول شيء داخلها. شايفي آية؟ هاي اللحمات ندخلهم. أها. طب هسا فيش صوت صح؟ ما سمعت بإشي. لا بلا. لكن لما نضيف الصلصة الآن إحنا. آه. راح تشوف العجائب. راح تشوف إيش؟ العجائب. العجائب. لا امور الصلصه ممتازه، كويسه وممتازه مباشره. راح اخذ الصلصه واديرها وين؟ على اللحمه. هاي بيبر ستيك بس بطريقه كثير سهلة وبسيطة. وأنا طبعاً أثناء الحلقة شلت شوية صوص على جنب. شايفة؟ شلت شوية صوص على جنب حتى نضيفهم وين؟ في حال نقص عنا. هاي كمان شوية صوص زيادة. شوف لسه بعدها عم تغلي. شايفة أنت؟ طلعي